أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية وحتى الدولية، ونبدأ من أهم العناوين. جاء في موقع الهيانات: وفقا لمنظمة دولية، المعتقلون في سجون نينوى يعيشون ظروفا مأساوية صعبة. وجاء في المدى: تقارير النزاهة وديوان الرقابة تؤشر عمليات غسل أموال ومزاد العملة خارج سيطرة البنك المركزي. طالع في كتابات: عبد المهدي يتعهد باستبدال سفراء العراق في كل من لندن وواشنطن. ونتصفح في الزمان: المتقاعدون يهددون بالاعتصام أمام مبنى كي كارد احتجاجا على سوء الخدمة. جاء في البصار: مجلس ذي قار يتنصل عن مسؤولياته، لا شأن لنا بتطوير المحافظة. ونطالع في القدس العربي: استمرار الجدل حول تواصل قائد عملية الأنبار مع عميل للمخابرات الأمريكية. ونقرأ أخيرا وليس آخرا في العربي الجديد: الاحتلال يكشف تفاصيل عملية خان يونس فشلت تماما. أهلا بكم. طالما قرأنا أو سمعنا بقصة إحدى الأمهات الصابرات المتعففات التي كانت تعد طعاما لأبنائها الذين يتضورون جوعا حتى حلول المساء، وهي تضع القدرة على النار وتحركه بمغرفتها بين لحظة وأخرى وهو لا يحتوي إلا الماء والحجر، وإنما قامت به تلك المرأة هو إيهام لأبنائها لكي يصبروا على الجوع حتى يدركهم النوم وهم جياع البطون، لكن مع ذلك لديهم أمل. أما نحن كشعب، يا ما حلمنا وانتظرنا خير الوطن كأبناء تلك المرأة التي وثق بها أبناؤها، وقد تأملنا طويلا بأن قدر طعامنا سيكون فيه ما يسد حاجتنا ويزيد، وهذا من حقنا على الوطن. وقلنا بأن الحال سيتغير نحو الأحسن والأفضل، ولكنه لم يتغير. مقال للكاتب صلاح الربيعي في صحيفة الزمان العراقية. بعد تغيير النظام عام 2003 وما رافق ذلك من أحداث مؤلمة تسبب بها المحتل، انتظرنا انبثاق حكومة وطنية مهنية مخلصة للشعب وحريصة على كرامته ومصالحه، ولتنقذه من تراكمات الماضي ومخلفاته المؤلمة، وفقا لما كنا نسمعه في إذاعات المعارضة من أخبار وشعارات وتصريحات ومؤتمرات واجتماعات لهم كانت تعقد في الخارج جعلتنا نتصورهم من الملائكة. وقلنا إذا ما وصل هؤلاء إلى سدة الحكم في البلد سيعيش الشعب حرا كريما مرفها سعيدا ومصان الكرامة ومنعما بخيراته وثرواته التي يمكن أن تجعله قبلة للعالم. ولكن مع مرور الأيام والشهور والسنوات، حتى زاد الخنجر عمقا في خاصرة الشعب العراقي المغلوب على أمره، وبدأ يستغيث من الظلم والألم والقهر والحرمان الذي تضاعف كثيرا عما كان عليه في السابق، ولا يجد من يغيثه وينقذه من المحنة. ومع تصاعد الأحداث ثبت لكل العقلاء والمختصين بأن أصحاب المشاريع الإنسانية والسياسية والاقتصادية الوطنية الواعدة المخلصة التي يسعى أصحابها لخدمة الوطن وإخراجه من محنته هم خارج حسابات السلطة تماما، ما أتاح ذلك الفرصة أمام الجهلة والغرباء والفاشلين والمنتفعين بالوصول إلى كثير من المناصب والعناوين الحكومية المهمة والحساسة دون استحقاق. وهذا الحال أربك توجهات كل المخلصين للبلد وجعلهم ينفرون من أداء الخدمة. صلاح الربيعي يضيف: أصبحت الحكومات المتعاقبة على إدارة العراق بعد التغيير أصبحت عاجزة تماما عن رأب الصدع الحاصل في بناء الدولة دون الاعتراف بالفشل أو تقديم الاعتذار للشعب، وتركت البلاد لمن هو قادر على التصدي للمسؤولية أو التوجه نحو الإصلاح،
الإصلاح الحقيقي في البلد، طبعا لمن يصلح لقيادة هذا البلد بنية جادة وصادقة وفاعلة، وهذا ما لم يحصل رغم كل المبادرات الوطنية والشعبية ودعم المرجعيات الدينية والجهات الدولية للسلطة، سيما حكومة العباد السابقة. من المهام الأساسية لحكومة الظل هو تعزيز عمل الحكومة في المسار الواضح السليم، وتأشير كافة الأخطاء والتجاوزات القانونية، ومتابعة سياسة البلد والدولة وسياسة الدولة الدستورية في كل الاتجاهات، والوقوف بحزم وعزم ووطنية ومهنية وشفافية من قرارات الحكومة، وتقديم المقترحات المدروسة جوهريا للحكومة الفعلية، وطرح آراء المعارضة الوطنية مثلا في المتجه الديمقراطي. حيث يقول الكاتب عبد القادر العبادي في مقاله بموقع كتابات: نحتاج إلى حكومة ظل في العراق. هل يمكن للأحزاب والفئات والتكتلات والتيارات التي ولدت في العراق المعاصر بعد سنوات عجاف من القهر والرماد والضياع والتشرد والشتات والحصار الاقتصادي والأيديولوجي والسياسي والمعتقدي وإحكام القبضة الفرعونية أن تتحرر ولو يسيرا من عتمتها النفسية كي تؤسس لحكومة ظل وطنية عملاقة في توجهاتها، شجاعة في طروحاتها، دقيقة في متابعاتها قانونيا ودستوريا وشرعيا، من أهل الخبرات والكفاءات الشبابية وأصحاب الكفاءات المتراكمة، من الذين يتمتعون بعقلية المراجعة والمنطقية في المتابعة ورسم متجهات القرارات. هل يمكن للأحزاب والتكتلات والتيارات العراقية التي فاقت أعدادها أيام السنة الكبيسة بعد ولادة انفجارية نتيجة الكبت السياسي والفكري والعقائدي الذي وصل حده نخاع العظم في تجربتها الوطنية، أن تلتحم مكوكياً لتشكل حكومة معارضة تتمتع بموجبات النزاهة والموضوعية والتجرد، أم أن كل ذلك لا يعد أن يكون استعراضات استمتاعية سيركية أمام أنظار الشعب العراقي المقهور في مهارات أدائية معاصرة تتوافر فيها فنون التكتيك غايتها الصعود إلى قمة الهرم؟ هل حكومة الظل العراقية القادمة تستطيع بناء جسور الثقة بينها وبين الشعب العراقي المقهور الذي فقد كل شيء منذ أزمنة ولت واندثرت؟ أقول: هل تستطيع إعادة ترتيب أوراقها لتمثل الشعب حقيقة وإرادة ومخافة لله، وتتوجه به صوب الديمقراطية الحقيقية كما تعرفها بريطانيا والدول المتقدمة، أم أن تلك وقفة محدثة ديكتاتورية وزعاماتية قشرتها الخارجية بشعاراتها ولافتاتها السياسية والدينية والفقهية والقومية والوطنية لا تمت بأدنى صلة إلى جوهر باطنها؟ يقول الكاتب: حكومة الظل تعني التكتلات التي لم تحصد من جولة الانتخابات ما يؤهلها للصعود عاليا إلى الحكم، إنما هي عمل اختياري تطوعي بدافع الوطنية العملاقة والحرص، كل الحرص على تطبيق مضامين العدالة والمهنية. نقرأ في القدس العربي: إلى حد كبير اللعبة بين الطوائف اللبنانية محكومة بالخشونة المتبادلة من ناحية وبتسابق على المشاعر المرهفة من ناحية ثانية وأخرى. لأجل ذلك حين يزور رئيس التيار العوني وصهر رئيس الجمهورية ووزير الخارجية جبران باسيل المناطق المختلفة التي صار يفرز لكل منها صبغة طائفية غالبة عليها، تحضر هذا المزيج الغريب العجيب بل المرضي بين الخشونة والحس المرهف. عن الوضع في لبنان كتب وسام سعادة في صحيفة القدس: قد لا يكون الشعار الإصلاحي الأنسب هو تجاوز الطائفية الذي تحول مع الوقت إلى عدة نصب تزاول في بازار الطوائف، بل أن الأكثر تكشيفاً على الواقع من الناحية والأجدى طرحه لتحسينه من ناحية ثانية هو التداعي لنقل الصيغة الطوائفية إلى مرحلة سن الرشد بين الطوائف، أي على قاعدة أن تصير هذه الطوائف في عراكها مع بعضها البعض خشنة أقل
ومرهفة الأحاسيس أقل، وأن توضح بشكل نثري للغاية ما الذي تريده وما الذي ترفضه، بدلا من أن تحاول افتراء الشعر بسبب من فشلها في افتراء السحر. ثمة أسطورة يجري إنتاجها على الدوام، تظهر معها كل طائفة كما لو كانت جسدا له، رأس وجسم وأعضاء، جسد خشن من ناحية وجياشة عاطفته من ناحية ثانية، بحيث أن كل كلام موجه إلى نفر من هذه الطائفة يمكن أن يحول إلى كلام موجه إليها ككل وإلى جميع أجيالها التي مرت والتي تمر والتي لم تولد بعد. في الوقت نفسه قد تتفاوت القسمة الداخلية ضمن كل طائفة، لكنها موجودة فيها جميعا، وفي كل طائفة مزاج أكثري يتعامل مع الخارجين عنه على أنهم خوارج وتبع لطائفة أخرى. هنا أيضا يمكن للصيغة الطائفية أن تتخفف من هذه الأسطورة من دون أن يلتغي النظام الطائفي بالضرورة. التعود على فكرة أن كل جماعة تتضمن أفرادا لكل منهم كينونة قائمة بذاتها، وأن كل جماعة تتضمن أيضا جماعات فرعية سواء لأسباب مناطقية أو اجتماعية أو لهجوية أو سياسية، هو مدخل أساسي لمراجعة العلاقات مع معادلة الطوائف. طوائف أقل خشونة وأقل حساسية ستكون أكثر قدرة على فهم أنها ليست المعطي الوحيد، وأن ثمة أفرادا آخرين، وأن أساس المشكلة هو كيفية إقرار معادلة متبادلة بين حقوق الأفراد وبين حقوق الجماعات من جهة أخرى. لا يمكن أن يتأتى ذلك إلا بتقديم حقوق الأفراد على حقوق الجماعات مع عدم المكابرة أو الجحود بهذه الأخيرة بكل ما في مقولة حقوق الجماعات من مفارقة. نبقى في الشأن اللبناني، إذ كتب سام منسي في صحيفة الشرق الأوسط أنه يصعب على مراقب الحدث اللبناني تجاهل تصريح عضو حزب الله ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي عقب مواجهة قبر شمون في جبل لبنان بين مرافقي صالح الغريب كما يصفه الكاتب ومناصري الحزب التقدمي، أو كما هو يسمى صالح الغريب، ومناصري حزب التقدم الاشتراكي بزعامة ولي جنبلاط. هذه المواجهة أسفرت عن مقتل مرافقين اثنين للوزير الغريب كما يصفه الكاتب وسقوط جرحى من الطرفين. البعد الأول هو أن حزب الله لا يستطيع إلا التضامن مع حليفه أرسلان لما يربطهما من علاقات تمتد من دعم المقاومة محليا إلى دعم محور المقاومة والممانعة إقليميا، وذلك تحت مظلة علاقة وطيدة تربط أرسلان بالنظام السوري بعامة وبرأس هرمه بشار الأسد بخاصة. إلا أن رفع حزب الله لسقف الكلام عبر قماطي لا يفسر فقط بروابطه المتينة بأرسلان، بل برغبته واضطراره إلى ضبط الأمور ومنع تفلتها واحتواء الخلاف بين أبناء الطائفة الواحدة في منطقة حساسة جدا وخاضعة لتجاذب حاد بين الحزب التقدمي الاشتراكي وأطراف آخرين كأرسلان ووئام ووهاب وغيرهم من المحسوبين حلفاء للنظام السوري في لبنان. والهدف الأول من وراء ذلك الحؤول دون أي تهديد للحكومة الحالية واستمرار نهج التسوية الذي أفضى إلى ولادتها كما أفضى إلى ولادة قانون الانتخابات قبلها، والذي وظفه الحزب لصالح غلبته وانتخاب حليفه ميشال عون رئيسا للجمهورية. هذا الوضع القائم يجعل من الحكومة اللبنانية بتركيبتها الحالية بوليصة تأمين يمسك بها حزب الله ولا يسمح لأي تطورات أو إشكالات محلية مهما بلغ شأنها بأن تهددها وتعرضها للسقوط، وهذا ما يفسر موقف حزب الله غير المتحمس مع إحالة مجلس الوزراء لحادثة قبر شمون إلى المجلس العدلي، وهو محكمة استثنائية وسلطة قضائية لا تنقض أحكامها أو تستأنف، وهو أمر يصر عليه أرسلان والغريب. كاتب يضيف: آخر الكلام، حزب الله يتمسك بالتركيبة المثلثة الطائفية والمذهبية الحالية للحكم في لبنان، وهو على رأسها ممسك بطرفيها عبر تحالف الرئيس سعد الحريري ورئيس تيار المستقبل وزير الخارجية جبران باسيل، وهو
يسمح باللعب بأعصابهما واستنفار صبرهما ولي أذرعهما، لكن لن يسمح بسقوطهما إلا حين تدق ساعته بين الضحية وطهران. يصف كل من المجتمع الدولي ممثلاً بالأحرى بمبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون وروسيا تشكيل لجنة دستورية مختلطة بالخطوة الحاسمة على طريق إطلاق حل العملية السياسية في سوريا، إلا أن المجتمع الدولي الذي يردد في كل اجتماع ضرورة تنفيذ القرارات وتجاهل كل ما جاء به ومكتفيا بتنفيذ بند واحد فقط، وهو جمع منصات معارضة متناقضة في أجندتها ورؤيتها تحت اسم وفد التفاوض وتشكيل لجنة دستورية لا تزال مهمتها وآليات عملها حسب المعارضة ذاتها غامضة جدا وغير معلومة. هذا مقال للكاتبة سميرة المسلمة في صحيفة العرب الجديد. وتجمع اللجنة بين ممثلين عن النظام السوري وأسماء من كيانات المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني من دون تحديد حتى اللحظة للمهمة الفعلية المناطة بها وضوابط عملها وآليات قراراتها، والأهم الفترة الزمنية التي ستعمل خلالها والجهة المعنية بتحويل ما يخرج عنها من قرارات أو مشاريع قرارات إلى عمل ينتج عنه عملية سياسية شاملة في ظل وجود أكثر من 17 قراراً أممياً وبيانات دولية عجزت كل الدول والأمم المتحدة عن تحويلها من قرارات على الورق إلى مسارات عملية على الأرض، ومنها ما يتعلق بأولويات حقيقية سورية مثل وقف إطلاق النار والسماح للمساعدات الفورية والإنسانية بالوصول إلى المحتاجين وإطلاق سراح المعتقلين، ما يعني أننا نخوض معركة وهمية للدخول في معركة جدلية. اللجنة الدستورية تجمع بين وفود يمثل كل منها جهته التي يدافع عنها ومن أجلها، وبينما يشكل وفد النظام الأغلبية العددية في تلك اللجنة، إذ حصته العلنية ثلث اللجنة 50 عضواً، وضع النظام السوري أسماءها بكامل إرادته وضمن ما يمكن تسميته أنهم كتلة واحدة ينطقون جميعهم بلسان واحد ويدافعون عن مشروع واحد ويصوتون داخل اللجنة على القرار نفسه من دون أي شكوك في خلافات أو وجهات نظر متباينة، إضافة إلى ما يمكن أن نسميها حصته من الأسماء في الثلث المخصص للمجتمع المدني 50 عضواً. إذن المجتمع الدولي الذي يردد في كل اجتماع ضرورة تنفيذ القرار تجاهل كل ما جاء به، حيث يضيف الكاتب النظام يستعد لكل السيناريوهات الممكنة لكي تكون كلمته داخل اللجنة الكلمة الفصل، سواء بالتصويت أو التعطيل أو في المقابل المعارضة تعيش حالة تفكك في رؤيتها إلى كل المسائل المتعلقة بالعملية السياسية. نقرأ في العرب اللندني عن الفصائل الفلسطينية وهزيمة مشاريع التوطين، كتب ماجد كيالي في صحيفة العرب اللندني. تآكل واختفاء مجتمعات اللاجئين هي المسلمة التي تشتغل إدارة ترامب عليها لتصفية أونروا وتصفية حق العودة والتخلص من منظمة التحرير، وهذا ما يفترض بالفلسطينيين وقياداتهم إدراكه جيداً. وفي الحقيقة فإننا إزاء خطة قديمة جديدة، فالولايات المتحدة كانت طرحت منذ الخمسينيات أي بعد النكبة العديد من مشاريع التوطين وضمنها في جزيرة سيناء مثلا، إلا أن كل تلك المشاريع باءت بالفشل سواء بسبب تشبث الفلسطينيين بحقهم في العودة أو بسبب مواقف الدول العربية التي مانعت الخطط الأمريكية في واقع دولي كان يتيح لها ذلك. مع كل ذلك فإن ما يطرحه كوشنر ليس بالأمر الهين ولا ينبغي الاستخفاف به، وضمن ذلك اعتبار فشل مؤتمر المنامة وكأنه بمثابة ضربة قاضية لما يسمى صفقة القرن أو للترتيبات الأمريكية في المنطقة، وذلك للعديد من الأسباب، وأولها
أن الظروف الراهنة على كافة الأصعدة ولا سيما العربية مهيئة للتعاطي مع الترتيبات الأمريكية بعد أن وفر التغول الإيراني في المنطقة الظروف المناسبة للإدارة الأمريكية وإسرائيل لتمرير ما تريدانه في المشرق العربي وخاصة على الصعيد الفلسطيني. ثانياً، يخطئ من يظن أن الولايات المتحدة تخاطب الفلسطينيين كأفراد أو حتى قيادتهم فيما تحاول ترتيبه بشأن قضية اللاجئين أو غيرها، إذ هي تخاطب الأنظمة العربية المعنية ولا سيما في لبنان وسوريا بعد أن تم إفراغ العراق من الفلسطينيين اللاجئين فيه. إذن لا يأتي جاريت كوشنر سهر الرئيس الأمريكي ومستشاره وحامل مشروعه الذي اشتهر بتسمية صفقة القرن بأي جديد عندما يتحدث عن توطين اللاجئين الفلسطينيين في البلدان التي يقيمون فيها، مع التلويح بإمكان تمويل ذلك أو التعويض عنه للبلدان المعنية لإغرائها وتمكينها من تمرير تلك الخطة. بعيدا عن السياسة، قررت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردنية حجب لعبة بوبجي في الأردن واضعة حدا للأخبار المتضاربة التي ظهرت خلال الأيام الماضية بشأن منع اللعبة في البلاد. ونشرت الهيئة قرار الحظر على موقعها الرسمي مؤكدة أن الحظر دخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الخميس الماضي 4 يوليو تموز الجاري، تأكيدا لما تناقلته وسائل إعلام و مستخدمون عدة لهذه اللعبة قالوا إنهم لا يستطيعون الوصول إلى اللعبة. وكانت مواقع عدة قد تداولت خلال الأيام الثلاثة الماضية خبر الحظر دون أن يكون هناك تأكيد رسمي من قبل الحكومة وهيئة تنظيم الاتصالات، مما أثار حالة من الجدل بين المستخدمين. وبررت الهيئة قرارها بتلقيها العديد من الملاحظات والشكاوى من قبل عدد كبير من المواطنين وبعض الجهات المعنية بشأن التأثير السلبي لهذه اللعبة على المجتمع وضرورة اتخاذ إجراء سريع وفعال بحجبها تجنبا لتأثيرها السلبي على مستخدميها. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير. إلى اللقاء.